في 22 مايو 2010 نشر مطور برامج يدعى لازلو هاينيتش موضوعاً على إحدى المنتديات، وقال بأنه مستعد لدفع عملة افتراضية جديدة تدعى بيتكوين لمن يشتري له فطيرتين بيتزا من الحجم الكبير. فقام بريطاني بطلب قطعتي البيتزا له من محل بابا جونز مقابل 10,000 بيتكوين. في ذلك الوقت كان المبلغ يعادل 41 دولار أمريكي، أما الآن فتساوي قيمة تلك العملات ما يفوق 35 مليون دولار. قال هاينيتش بعد ذلك: لم يكن للبيتكوين قيمة وقتها، كان أمرا مثيرا أن تتمكن من الحصول على شيء حقيقي مقابل هذه العملة، لم يكن لأحد أن يتوقع أن قيمتها ستصبح كبيرة جدا. بيتكوين هي عملة افتراضية، يعني ما لها ورق أو معدن، ولا يتم تنظيمها من أي بنك مركزي أو حكومة، ومع ذلك فهي عملة حقيقية تماماً، لها سعر في سوق الأوراق المالية والناس يشترون ويبيعون بها. هذه العملات نشأت فكرتها بعد الأزمة المالية في عام 2008، لما نشر شخص مجهول الهوية سمى نفسه ساتوشي ناكاموتو، نشر ورقة بحثية حول نظام تشفير معقد لهذه العملات، وسمى أول عملة بيتكوين. بحسب موقع شيفت، وهي أول بطاقة خصم ديبت كارد في أمريكا مخصصة للبيتكوين فقط، فهناك 38 مليون متجر يقبلون التعامل بهذه العملة بعد أن كان تداول هذه العملة شبه معدوم. واليوم هناك مواقع مثل أبل ومايكروسوفت وأوفرستوك يتعاملون بها، بل أنك تقدر تشتري كمبيوترات ديل وسيارات تسلا بعملة البيتكوين، وتقدر أيضاً أن تحجز تذاكر طيران على موقع إكسبيديا وتشتري أكل من سبوي وتتبرع لويكيبيديا، كل ذلك بالبيتكوين. أكيد حد منكم يتساءل الآن ويقول: هل أستثمر في البيتكوين ولا لا؟ ما أقدر أقول لكم نعم أم لا، فهذا أمر متعلق بالسوق وسعر الصرف وأشياء كثيرة، ولكن بعض الخبراء يقولون إنه كلما ارتفعت المضاربة على أي شيء بما في ذلك البيتكوين فإن قيمته تتغير بسرعة بين النقص والازدياد. في عام 2009 كان ممكن تشتري بدولار واحد فقط حوالي 1309 بيتكوين تقريبا. في 2011 وصل سعر البيتكوين الواحدة دولار أمريكي، ثم قفز في العام نفسه مع اهتمام الإعلام بها إلى 31 دولار أمريكي. ولكن في 2017 وصل سعر البيتكوين الوحدة العملة الواحدة إلى 20,000 دولار أمريكي، تصوروا. ثم حدث ما كان متوقعاً، انخفض سعر البيتكوين بشكل كبير لتصل إلى 6,400 دولار أمريكي في أغسطس عام 2018. هذا التذبذب هو اللي يقلق حيال العملات الافتراضية. حد بيقول: طيب إذا الهدف من هذه العملية هو الاستغناء عن الدفع النقدي أو الكاش في بطاقة الائتمان أو الكريدت كارد، سوي هذا الشيء وآخر الشهر أدفع حق البنك. البيتكوين أصلاً ظهرت لكي تلغي دور البنك، فالبنوك تتبع نظام المعاملات المالية عبر ما يسمى بسجل الحسابات أو الليجر، اللي يحدد المال المسحوب من رصيدك ويسجل المبلغ اللي يدخل عند الطرف الآخر يعني. أما البيتكوين فهي تستخدم مبدأ peer to peer، أي من شخص لآخر مساوي له، دون أن تمر من خلال بنوك أو شركات تحويل أموال أو أي شيء. السؤال هو: كيف تعمل هذه التقنية؟ مبدأ عمل عملة البيتكوين هو تكنولوجيا تعرف باسم سلسلة الكتل أو بلوكتشين، وهو مثل سجل حسابات البنوك، يحسب من دفع لمن وكم دفع له، لكنه سجل غير موجود عند شخص أو بنك أو جهة معينة، وإنما هو سجل عالمي على شبكة تضم آلاف الأجهزة حول العالم. مثلاً عندما يرسل أحد لآخر عملة بيتكوين، أو عندما يقوم بمعاملة، تتشكل خوارزمية مشفرة بدقة عالية، وذلك لحمايتها من الاختراق والتلاعب.
وكل عدة دقائق يتم تجميع معاملات البيع والشراء اللي حدثت في تلك الفترة على شكل كتلة، ثم تقوم الكمبيوترات الموجودة على الشبكة بالتحقق من صلاحية هذه الكتلة والمعاملات التي بداخلها، ومن ثم ربط هذه الكتلة بالكتلة اللي سبقتها والكتلة الأسبق منها، وهكذا تتولد سلسلة من الكتل المعقدة جداً تسمى بلوك تشين. هذا النظام يضمن أعلى مستوى من الحماية، فكل كتلة من هذه الكتل تكون مختومة بكود ديجيتال معين يحدد في أي وقت أنشئت ويعتبر كالمفتاح أو الرمز. ولو أراد مخترق أو هاكر أن يخترق كتلة معينة ويغير معلوماتها لكي يسرق مبلغاً ما، فلابد يكون شفرة معقدة ثم يخزنها بسرعة في سلسلة الكتل قبل أن يسبقه أحد آخر لتكوين كتلة جديدة في تلك السلسلة. وهي عملية تحتاج إلى آلاف الكمبيوترات اللي تحسبها حتى تنتج الشفرة الصحيحة المطلوبة. ولو قضى ذلك اللص الإلكتروني حياته كلها عدة مرات على كمبيوتر شخصي واحد لما استطاع تكوينها. وحتى لو كانت عنده شبكة كمبيوترات لكانت قيمة الكهرباء اللي بيصرفها على الأجهزة أكثر غلاءً من قيمة المبلغ اللي سيحصل عليه. صحيح أن البيتكوين هي أشهر عملة مشفرة تستخدم تقنية البلوك تشين، لكن هناك الكثير من العملات الأخرى مثل إيثيريوم وأيضاً لايت كوين وديجي كوين وزيكاش وريبل، كلهم ظهروا بعد بيتكوين ويعتمدون على هذه التقنية مع تعديلات طفيفة في طريقة العمل. ولكن البلوك تشين صارت أهم بكثير من العملات الافتراضية، وبدأت الشركات والحكومات تستخدمها لإدارة أعمالها بشكل رائع جداً. أبرز استخدام لسلسلة الكتل هي سهولة المعاملات المالية، يعني لو أنك بتنهي معاملة ببطاقة الائتمان سيتم حجز المبلغ من حسابك، ثم يمر بعدة عمليات معقدة تدخل فيها عدة شركات وبنوك موزعة على عدة قارات لكي تتم تلك المعاملة. أما مع بلوك تشين تكون عمليتي الدفع والاستلام هي عملية واحدة، لأن الأمر مجرد تغيير بيانات فقط، بحيث يخصم المبلغ من محفظة البيتكوين أو العملة المشفرة الخاصة بك ويذهب للجهة الأخرى مباشرة دون وسائط أو تعقيدات. حالياً يقوم تطبيق أبرا المعتمد على بلوك تشين بإيصال الأموال في دقائق، بحيث يحول المستخدم المبلغ اللي يريده من عملته المحلية إلى بيتكوين ثم يرسله عبر التطبيق. بعدها بعدة ثواني يصل إشعار للمستلم أنه وصله المبلغ، وعلشان يحول البيتكوين إلى عملته المحلية يروح لأقرب صراف معتمد من أبرا علشان يستلم منه المبلغ نقداً بالعملة المحلية، وتكون معاملة الصراف 2% فقط. إحدى أهم الأشياء اللي تعادل قيمتها قيمة المال هي البيانات الرقمية اللي نتركها ورانا، التطبيقات اللي ننزلها على هواتفنا، المواقع اللي نسجل فيها، كلها تجمع بياناتنا وتراقب ما نفضله أو نشتريه علشان تفهم أطباعنا وأذواقنا. تسمى هذه العملية في البزنس consumer behavior، ومع الوقت تكون الشركات الكبرى نسخة رقمية تشبهنا، تعرف عنا ربما أكثر مما يعرفه أصدقائنا أو حتى أهلنا. أما في بيتكوين فالتعاملات تخفي شخصية المشتري عن تلك المواقع والشركات، لكن المشكلة هنا أن هذه التقنية يمكن أن تستخدم للجرائم والمعاملات المشبوهة. البلوك تشين بالإضافة لكونها مستخدمة في العملات الرقمية، فإنها أيضاً تساهم في حماية الملكية الفكرية للمبدعين. في عام 2015 أطلقت المغنية إيموجين هيب برنامجاً يدعى مايسيليا، فكرته تكمن في أن ملايين الأجهزة تحصل على نسخة مشفرة من أغنية ما، وإذا حاول هاكر أن يخترق نسخة من الأغنية علشان ينزلها وينشرها يحدث خلل في تطابق النسخ في الهواتف اللي تصدر إنذار لتعطيل عملية الاختراق. يعني راح يكون من الصعب جدا أن يستطيع الشخص أن يقرصن كتاب أو فيلم أو أغنية.
لو استطاعت الشركات أن تصمم عملاتها الافتراضية المشفرة الخاصة بها، فرح تتغير طريقة عمل برامج الولاء ونقاط المكافآت، مثل مطاعم برجر كينج في روسيا اللي أطلقت على عملتها اسم ووبر كوين تيمناً لوجبتها الشهيرة، بحيث كلما أنفق العميل روبلات روسية في المطعم، شو اللي بيصير؟ سيحصل على هذه العملة اللي لا تستخدم حتى الآن إلا في برجر كينج، ولكن في المستقبل إذا يعني طبقت شركات أخرى هذا النظام، سيكون ممكن للعميل أن يستخدم هذه العملات مش فقط في شراء منتجات هذه الشركات، ولكن أيضا قد يستطيع أن يضارب بهذه العملة في الأسواق المالية. تصوروا، وحتى بيقدر أن هو يحولها إلى عملات أخرى كالريال والدرهم. الحين حد بيقول يعني البلوك تشين ما لها عيوب؟ طبعا لها عيوب. فمثلا الأجهزة المستخدمة لفك شفرات المعاملات هي أجهزة معقدة ومتقدمة جدا، تستخدم حاليا طاقة كهربائية عالية، فنظام العملة المشفرة إيثيريوم يستخدم طاقة تساوي 4.2 تيراوات للساعة، أي أكثر مما تستهلكه دولة صغيرة مثل قبرص. أصحاب هذه الأجهزة المعقدة يسمون ماينرز أو عمال مناجم يعني. هذا التشبيه جاء لأن أجهزتهم تقوم بعمليات حسابية معقدة لحل الشفرات والتأكد من صحة الكتل في البلوكتشين، وفي المقابل تتم مكافأتهم بمنحهم عملات بيتكوين. ناكاموتو وضع هذا النظام بحيث كلما استمر التعدين أو المايننج يعني للحصول على عملات بيتكوين جديدة تزداد صعوبة التشفير. لكن في عام 2009 اللي صار هو أن المنقب العادي كان يقدر أن يحصل على 200 بيتكوين في أيام قليلة، أما اليوم فإذا هذا الشخص ما استخدم أجهزة قوية ومتطورة جدا فقد يحتاج إلى 98 عام للحصول على بيتكوين واحدة. من الثورة الصناعية وحتى الآن آلاف الوظائف اختفت مقابل وظائف جديدة، فإما أن نتكيف مع التطور أو نتجمد في أماكننا. والبيتكوين ما هي إلا the tip of the iceberg كما يقال، أو رأس جبل جليد المطل فوق سطح البحر. وإذا استمر استخدام تقنية البلوكتشين والعملات الافتراضية فإن نظام العالم كله راح يتغير. لكن هل الأفضل؟ لا أدري، لكنني أتمنى ذلك.